يعني احنا خلاص خدنا الدوري، مش فارق معانا بيراميدز، مش فارق معانا حد. ايه يعني هيحصل ايه يعني في الدنيا؟ هي بيراميدز باين فايز على النادي الاهلي، فايز على الاهلي دلوقتي، باين تقريبا من فايزين تقريبا ما اعرفش صحيح ولا 2-0 على الاهلي. الاهلي طبعا بيتفسحوا رايحين ايه، انت عارف بطل دوري 43 دوري، وبالتالي يعني ماتش مش يعني احنا ما بنحبش طبعا، كنا عايزين نخلص الموسم ده من غير ما يبقى فيه اي هزايم، مفيش اي مشاكل، لكن ده لا يؤثر على الاطلاق، عادي جدا، ماتش عادي جدا زي اي فريق اخر، مفيش اي مشكله على الاطلاق. ايه يسجل يعني، الاهداف دي ما بتفرقش معانا، زي ما بقول كده احنا، انت الحمد لله شوف انت واخد بطوله الدوري ازاي، انت واخد 5 بطولات هذا الموسم يعني. فبيراميدز فازوا، اما يفوزوا بقى مش مشكله، مش فارق معانا الماتش يعني، 2 ولا هدف ولا عبد المنعم يسجل. عبد المنعم اللي جاب لنا بطوله افريقيا يعني، هاجي النهارده مثلا اقول لعبد المنعم يا عملت ايه؟ لا لا خالص، ولا عمل ايه. عبد المنعم لاعب جامد جدا، مش ده اللي جاب لنا بطوله افريقيا؟ طبعا. عبد المنعم حصل ايه يعني؟ يسجل جول عادي، غلطه عادي جدا، ولا يحصل اي حاجه ويجي جون، ايه المشكله يعني؟ ده هيقلل من الاهلي يعني؟ الجمهور هيزعل؟ لا خالص، ولا يزعل الجمهور. انت بطل الدوري، بطل افريقيا، سوبر، انت عندك 5 بطولات وراح تلعب كاس العالم، مفيش اي مشكله خالص. نهايه موسم وتعب وسفر وطيران ومعسكرات والمنتخب الوطني، فيعني ده كتر خيرهم، والله كتر خيرهم رجاله النادي الاهلي دول، ده ابطال والله انهم قدروا يكملوا موسم كده. انت متخيل بتلعب كل يوم والتاني ماتش؟ هو في كده يعني؟ متخيل احمال قد ايه وتعب قد ايه ومجهود قد ايه؟ فاجي النهارده بيراميدز، ما هو مريح بيراميدز ولا شيء، هم عايزين يعمل ايه؟ يقول لك عشان يا سيدي مش مشكله، انا بقول لك اهو، ولا لما الاهلي بيتغلب بابا متضايق جدا، بس النهارده ولا شيء، ولا حاجه، ولا حاجه. هيجي ايه جنب الكهرباء؟ ولا حاجه خالص يعني. هو كهرباء ما بيلعبش ولا ايه؟ فرصه كهرباء يلعب النهارده، تقريبا كهرباء مش لاعب، فمحدش يتضايق. وانا بقول لجمهور النادي الاهلي خالص يعني، عدي عدي، هيقعدوا هم يفرحوا النهارده فازوا على الاهلي كبار. ريال مدريد بيتغلب، ليفربول السنه دي شوفوا اتعمل في ايه، سيتي اتعمل في ايه، برشلونه اتعمل في ايه. انت لما تيجي تقارن نفسك تقارن بكده، ريال مدريد حصل له ايه، برشلونه حصل له ايه، ليفربول حصل له ايه، كده تعرض لهزايم، بيتعرض لهزايم. هو دايما بطولات والانديه الكبيره، لانه خلي بالك مع كل احترامنا الانديه طبعا، لما بيبقى يلعب النادي الاهلي، يلعب بطل افريقيا، نادي القرن، نادي اللي واخد النهارده 5 بطولات، فهو نازل عشان يعمل ماتش قوي، عشان يفرح، يروح النهارده انه خد بطوله. ما الفوز على النادي الاهلي خلي بالك بطوله، اما يفوز على الاهلي هو بالنسبه له بطوله، ان انا افوز على، ويحتفل ويبقى سعيد، واحفادهم واولادهم والناس اللي بيشجعوهم يبقوا سعداء انه فاز على النادي الاهلي، بطل مصر، بطل الدوري، بطل افريقيا، فيبقى بالنسبه له حاجه قويه، فينزل يلعب بالطريقه دي قدام الاهلي. لكن احنا بالنسبه لنا ماتش عادي جدا، زيه زي يعني اي ماتش اخر بنلعبه، فمحدش ابدا يتضايق. ولو جابوا الثالث ولا شيء، مش فارق معانا خالص الموضوع يعني، خالص. هو النادي الاهلي هيرجع نجمه من النجم كل هذه النجوم؟ ابدا ولا حاجه. هو بس زي ما بقول لكم، كنا نتمنى هذا الموسم يعني ناخد، خدنا الدوري من غير ما يبقى عندنا اي هزايم على الاطلاق، ولكن بقول لكم موسم صعب وموسم طويل وتعب ومجهود كبير جدا يعني. فكل التحيه للنادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي العظيم في كل مكان، مجلس ادارته، جهاز الفني، كوره، كله لهم كل التحيه، مش حاجه تضايقنا يعني.